جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. أوه، شيء لا يمكن وصفه بصراحة. ها هي البداية إذن. لمسة بينية، جول لقطر، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. قطر نجح في تسجيل هدف مبكر. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. على الطاير، يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. يحاول لعب الكرة بالرأس، نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. قدموا أداء كبير، لمسات لمحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول. جماهير راضية. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. يحتسب الحكم ركلة حرة، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. الكرة في المرمى، يا سلام، هدف في غاية الروعة. سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة وصلت إليه. يحاول أن يلعب كرة ساقطة إلى خارج المرمى.
قدرة غير عادية في المرتدات بأقل عدد من التمريرات بفترة زمنية بسيطة. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. تقريبا كان محظوظ في هذه اللقطة. مرت الكرة ويعود بالكرة إلى التسديدة في اتجاه المرمى. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. عمان يقوم بتغييرات بالجملة هنا. كرة رأسية خطيرة، هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. لمسة بينية والتسديد، أضاع فرصة سهلة للغاية، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. يلعب كرة داخل الصندوق، يلعبها ببراعة. يمر ويلعب كرة بينية، هل يمكن تسديدة من أول لمسة؟ كرة تمر بسلام على المدافعين. عدت الكرة، يلعب كرة عرضية وتنطلق الصافرة، وهكذا تنتهي المباراة. قدموا عرضا رائعا من اللاعب الهجومي، كانوا يخترقون الدفاع متى أرادوا. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد